لدي السؤال السابع في الصفحة 48، يقول السؤال السابع: اشرح سبب تشابه المثلثين في الشكل واحد. في شكل، نعم، اسمه الشكل واحد، هلق راح نعرضه. عم يقول لك اشرح سبب تشابه المثلثين في الشكل واحد ثم أوجد طول الضلع سيدي. انظر إلى الشكل واحد، هذا هو الشكل واحد، لدي مثلثين، خلينا نسمي هاي الضلع الرأس اي اي بي اي و سي بي دي، هذين المثلثين. عم يقول لك اشرح لماذا هذين المثلثين متشابهين، ما هو المعيار الذي سوف أستخدمه لإثبات تشابه هذين المثلثين؟ المعيار الثاني الثاني، أحسنت، أستخدم المعيار الثاني، تساوت زاوية من الأول مع زاوية من الثاني وتناسب طولي ضلعين هاتين الزاويتين، أقول نعم الحل لدي الزاوية ABE تساوي CBD. لماذا؟ تقابل بالرأس. نعم، إذن لدي الزاوية ABE تساوي CBD. لماذا؟ تقابل بالرأس. لدي الزاوية ABE تساوي CBD، تقابل بالرأس. لنرى الأضلاع المتناسبة، بدي أكتب تناسب الأضلاع. لدي AB على من؟ الضلع AB في المثلث الصغير من يقابل؟ الضلع على نفس BD. الخطأ. أعد. BD استاذ. ممتاز، الضلع BD لازم نثبت أنه يساوي، يعني أنا لازم أثبت هالشيء، يساوي EB على من يقابل الاي بي هنا طلاب؟ استاذ بي سي. ممتاز، اي بي على بي سي، لأحسب اي بي على بي دي ومن ثم الاي بي على بي دي. لدي اي بي على بي دي، الاي بي على بي دي 12 على 8، 12 عفوا على 18، قسم البسط والمقام على 6، أحصل يعني باختزال كسر على 2 على 3، ولدي الـ EB على الـ BC، الـ EB 16 والـ BC 24، 16 على 24، بقسم البسط والمقام على 8، هون قسمت على 6، هون بقسم على 8، 16 على 8 2، 24 على 8 3، أحصل على النسبة 2 على 3، وعليه يكون لدي AB على BD يساوي EB على BC، وعليه أحصل على أن AB على BD يساوي EB على BC. نعم، صار عندنا زاوي من الأول مع زاوي من الثاني وتناسب طولي ضلعين هاتين الزاويتين حسب النظرية 2، المعيار الثاني في التشابه. يتشابه مثلثين إذا تساوت زاوية من أحدهما مع الزاوية المقابلها من الآخر وتناسب طولي ضلعين هاتين الزاويتين المتساويتين. اعتمدت على المعيار الثاني. هلق عم يقول لك أوجد طول الضلع سيدي. انظر إلى الشكل، مطلوب مني احسب طول الضلع سي دي. هون لازم اكتب خوارزمية التشابه، اضع، طبعا اتفقنا انه هذا الرأس سميناه اي، اضع رؤوس المثلث الاول اي بي اي، الزاوية اي راح تساوي الزاوية دي في المثلث الثاني، الزاوية بي راح تساوي الزاوية بي للتقابل بالرأس، الزاوية اي راح تساوي الزاوية سي. نعم، هلق باخذ الاضلاع اي بي على بي دي، اي بي على دي بي تساوي بي اي
على بي سي تساوي اي اي على دي سي. نعود، انا بعرف حالي لازم احسب طول هذا الضلع، هذا الضلع هو المستهدف. اي بي على بي اي 12 على 18 يساوي بي اي على بي سي 16 على 24 يساوي اي اي 10 على دي سي، بساوي النسبتين 2 و 3 مع بعض بمساواة النسبتين 2 و 3 مع بعض، وعليه دي سي. إذا هذا يؤدي دي سي تساوي 24 ضرب 10 على 16 240 على 16، بقسم البسط والمقام على 8 بصف المقام 2، 240 تقسيم 8 30، 30 على 2 والتي تساوي 15. إذن طول الضلع دي سي من هذين المثلث، من المثلث بي سي دي حسبنا من التشابه يساوي 15. واضح طلاب حل هذا السؤال؟ واضح. النسبة الأولى مع الثالثة؟ يجوز طبعا، أستطيع أن أخذ النسبة الأولى مع الثالثة، نعم، وأحصل على نفس الجواب لأن هذه النسب الثلاث متساوية.